السلام عليكم حبايبي واصحابي. النهارده عايز اكلمكم عن عصافير المدير. عصافير المدير دايما اللي بيحبوا يقعدوا جوه المكتب بتاع المدير، دايما بتلاقيهم ماشيين في ظله ما بيسيبوهوش. عصافير المدير دايما بيحبوا يزروا اصحابهم حتى اقرب الناس ليهم. جوه الشغل لازم يكسب على قفا صاحبه بنطة او نمرة مع المدير. عصفور المدير صاحب كل المديرين، لازم كل مدير يجي يكون صاحبه وحبيبه. ازاي؟ ما تعرفش، هي بتيجي كده معاه. لازم يقرب لكل الناس، خدمته لمصالحه بس، ما بيخدمش اي حد. هو موجود جوه مكتب المدير عشان يخدم مصلحته بس، مش عشان يخدم اي حد. تيجي تقصده في اي خدمة ليك او اي مصلحة علشانك يقول لك لا. طب ما انا لو خدمتك انت، انا بعد كده هحتاج مصلحة او هحتاج خدمة من المدير، مش هعرف اقول له لا، انا هوفر خدمتي ليك او وسطتي عند المدير عشانك لوقت ما انا احتاج خدمة او احتاج مصلحة من المدير. عصفور المدير دايما بتلاقيه جيبه واسع، جيبه بيطلع منه الفلوس كتير قوي. تلاقيه بيعزم المدير على الفطار، ولو جمع عاد الغدا في الشغل لازم برضه يعزم المدير على الغدا، وتلاقيه جايب له في ايده هدايا معاه في كل الاوقات. حتى لو المدير راجل تلاقيه داخل عليه في عيد الام بهديه، مش فارقه عادي. تلاقيه كل شويه بيقول له كل سنه وانت طيب حضرتك. المدير يقول له ليه يا ابني؟ يقول له النهارده عيد ميلادك. يا ابني النهارده مش عيد ميلادي. يا باشا معلش عديها، اعتبره عيد ميلادك. عنده بالنسبه له عيد ميلاد المدير ده كل اسبوع، فمش فارقه معاه خالص. مشكله ان عصفور المدير ده راجل اناني جدا، متسلط جدا في خدمه مصلحته. بتلاقيه واقف وما بيتنزلش عن ان هو حتى ياخد حق غيره. هو فعلا بياخد حق غيره، لان دايما عصفور المدير بيبقى مميز، بياخد امتيازات كتيرة جدا عن غيره، حتى لو هو عارف ومتأكد بنسبة 100% ان غيره ده ليه حق في الحاجة دي او في الميزة دي، وهو هياخدها منه برضو بيصمم ان هو ياخد الميزة دي. دايما عصافير المدير بيبقوا متميزين، دايما عصافير المدير بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يظهروا بمظهر الملاك قدام المدير، وبقيت اللي بيشتغلوا او بقيت الموظفين زمايلهم هم الشياطين. كل اللي حواليا شياطين، انما انا كعصفور ملاك. العصفور انتوا عارفين ان هو طائر بيحط على كل الشبابيك، بيحط على كل البيوت، فده تلاقيه بيحط على كل الاوض بتاعه الشغل، اوكي، بتاعه المكان اللي هو بيشتغل فيه، عشان يتصنط ويتجسس ويعرف الاخبار ويروح ينقلها للمدير. عصفور المدير دايما بيحاول بقدر الامكان ان هو يعرف كل حاجه موجوده في الشغل عشان يجري ينقلها للمدير ويكسب نمره او يكسب بنطه معاه. عصفور المدير ممكن يضحي بكل حاجه في سبيل مصلحته. خلي بالكو من مصطفى بكري عصفور المدير، خلي بالكو من احمد موسى عصفوره برضه للمدير. خلي بالكو من عصافير المدير يا جماعه، دول خطيرين جدا، ربنا يكفينا شرهم. شكرا.